أبراج لو حبتك ما بتبقاش عايزة تبطل كلام معاك أبدا، أبراج لو حبتك تبقى طول النهار عايزة تبقى معاك وتحكي معاك وتتكلم معاك، أكلت إيه، شربت إيه، صحيت إمتى، نمت إمتى، طول الليل هنحكي سوا، هنحكي في القديم وفي الجديد، هنحكي في كل حاجة، هنحكي في حياتك وأنت صغير وبيبي، وهنحكي في حياتك وأنت شاب وكبير. عايزين يعرفوا كل التفاصيل، عايزين يدخلوا جواك، عايزين يعيشوا حياتك، عايزين يعرفوا كل تفاصيلك. يلا بسرعة نقول الأبراج دي من المركز الرابع، برج القوس. برج القوس يا جماعة لما بيحب بيتحول، بيبقى طفل صغير ماسك في حبيبه ومش عايز يبعد عنه أبدا، عايز طول الوقت يبقى معاه، عايز يعرف كل تفاصيله، عايز يبات على صوته ويصحى على صوته، عايز طول الليل نحكي مع بعض ونصحى الصبح نحكي مع بعض. ممكن قوي 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 القوس ينام وهو بيكلم اللي بيحبه، ممكن ينام على التليفون وهو بيكلمه، عايز يعرف عنه كل حاجة، عايز يحفظ الشخصية، عايز يبقى معاك وانت صاحي وانت نايم وانت في شغلك وانت في دراستك وانت في اي حاجة، هو لازم يحس ان هو جنبك طول الوقت، وهو دايما ماسك فيك، هو دايما بيقولك انا معاك انا جنبك، اوعى تروح بعيد انا موجود. في المركز الرابع معانا برج الميزان. برج الميزان برج متكلم بطبيعته وشقي بطبيعته واجتماعي وفرفوش، تخيل بقى برج الميزان لما بيحب، يا على كمية اللفلفة وكمية الرومانسية وكمية السعادة اللي الميزان بيديها للطرف الآخر. الميزان برج اجتماعي جدا جدا، يعني أسلوبه في الكلام جميل، ودايما بيعرف يفتح مجالات الكلام، ودايما بيعرف يجذب الحديث للطرف الثاني. فطبعا لما بيكون في حالة حب بيبقى مش عايز ينام 24 ساعة، عايز طول الليل يحكي معاك وطول النهار يحكي معاك ويعرف كل تفاصيلك. والميزان كمان في حتة كده ان هو عايز يقولك ان انا دايما جنبك. الميزان جدع جدا جدع، ويعني انت لو في اي موقف فيه صعوبة او عندك موقف صعب شوية هتلاقي الميزان أول واحد هيسيب الدنيا، لو في آخر البلاد هتلاقيه جنبك في ثواني، مش ممكن يتخلى عنك. فالميزان بيحب يحس دايما إن هو معاك وإن هو جنبك في أي موقف، عارف عنك كل حاجة، صحيت إمتى، أكلت إيه، شربت إيه، هتنزل تروح فين، هتعمل إيه، هتقابل مين. ده برج الميزان. طيب بعد كده في المركز الثالث الأسد. الأسد الكينج، الكينج الخجول اللي مش بيتكلم، اللي بيبقى قاعد في القعدة مش عارف يتكلم لأن في حد بيحبه. أيوة لو هو حبك بقى هيتحول من الخجل. الأسد بطبيعته لما بيكون في حد في القعدة هو معجب بيه ما بيتكلمش خالص، تلاقوه ساكت خالص. تعالى بقى لو هو حبك ما بيبقاش عايز يسيبك لحظة ثانية، يفتح عينه عليك ويغمض عينه عليك، يفطر معاك ويتعشى معاك 24 ساعة، في ال 24 ساعة عايز يبقى جنبك، يعرف كل حاجة عنك، يحفظك، يخبيك، يحميك. الأسد بالنسبة له بيبقى عايز يسيطر عليك من كتر ما هو بيحبك، مش قصده سيطرة بطريقة وحشة، لا أنا بخاف عليك، أنا بحبك، عايزك معايا طول الوقت، عايز أشوفك قدامي على طول، عايزك تتبسط معايا وتفرح معايا وأنا اللي أقف جنبك في زعلك، مش أي حد تاني. فالأسد مسيطر جدا في الحتة دي، لكن هو بنابع وبإحساس الحب الفظيع للشخص التاني. طيب في المركز التاني معانا برج الدلو. يا برج الدلو لما يحب يبقى مش عايز يسيب اللي بيحبه 24 ساعة في ال 24 ساعة، ما بيبطلش كلام، ما بيفصلش أصلا، يعني تلاقيه بالصبح بيكلمك وبالليل بيكلمك وطول النهار بيكلمك، تلاقي نفسك حتى في الشايف قاعد طول النهار تتكلم معاه. طب انت عملت ايه، اكلت ايه، شربت ايه دلوقتي، طب فكرني بزمان، طب ايه اللي حصل لك قبل كده، طب الموقف الفلاني عملت ايه. تلاقيه عايز يدرس الشخصية اللي قدامه، يحفظها، يعرف كل مميزاتها وكل عيوبها، يعرف ازاي يتعامل معاه. الدلو بيحب يعرف الشخصية اللي قدامه عشان يعرف ازاي يتعامل معاها، من نابع الحب ان انا بحبك فلازم اعرف ايه اللي بيضايقك ولازم اعرف ايه اللي بتحبه عشان اعمل اللي بتحبه وابعد عن اللي بيضايقك. يعني برج الدلو بيحب جدا يريح الشخصيه اللي معاه، يحب قوي قوي يحسسه ان هو كل حاجه في الكون بالتصرفات وبالافعال. في المركز الاول معانا يعني تقدروا تقولوا عليه الرغي كله، برج
الجوزاء. برج الجوزاء لما يحب مش ممكن هتلاقيه بيسيب التليفون ده من ايده، تلاقيه بيقول 24 ساعة، 48 ساعة احنا بنحكي، 48 ساعة بنحكي في ايه؟ في كل حاجة. حلمت بايه؟ كلت ايه؟ شربت ايه؟ من زمان كنت بتحلم بايه؟ طب حلمك اتحقق ولا لا؟ تلاقي الجوزاء بيستخسر النوم علشان يقعد مع حبيبه، بيستخسر النوم عشان يفضل يتكلم معاه. الابراج دي يا جماعه لما بتحب ما بتبطلش كلام، ما بتعرفش تفصل ابدا عنك، يعني حتى ممكن تنام وتصحى وهي بتتكلم معاك، ممكن التليفون يفصل وهي هما ما يفصلوش. الابراج دي ابراج بتحب جدا جدا تعيش معاك الثانيه، اللحظه، الدقيقه، اي وقت واي حاجه انت قادر ان انت تبقى معاها، فهم يحبوا جدا 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 ان هم يكونوا معاك ويحسوا ان انت محاوتهم، ويحسوا ان هم دايما معاك في الحلوه وفي الوحشه، وانت صاحي وانت نايم وانت واكل وانت شارب. الابراج دي زي ما قلت لكم لما بتحب ما بتفصلش، لما بتحب بتبقى حاجه كده طايره في الهواء، عايزه تعرف كل تفاصيلك، عايزه تحبك اكتر، عايزه تقرب منك اكتر، مش عايزين يسيبوك ولا لحظه. يا ريت تكتبولي في الكومنتات مين فيكم من الابراج دي، ولو انتوا مش من الابراج دي تعاملتوا مع حد من الابراج دي ولا لا، ويا ترى كلامنا مظبوط ولا لا. وتحياتي ليكم وتحياتي لكل الابراج.